السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. بطبيعه الحال مستانسين الوقت اللي نحكيه على ملاعبي ولا نحكيه على انتداب يلزم نحكيه عليه بكل اداب ونتناقشوا فيه، هو هذايا اللي بيني وبين جماهير النادي الافريقي. نحن نناقش هذه الامور، مش معناها انا مسلط الراي بتاعي، لا ابدا. راهو عندي دي كومنتير مع الناس اللي تبع فيا ونسمع منهم وياخذوا مني، وهكذا النصائح باهيه. يقول لك لا خير في قوم لا يسمعون النصيحة، ولا خير في قوم لا يوقر كبيرهم صغيرهم ولا صغيرهم كبيرهم. لذلك احنا كلنا بصفة عامة مع بعضنا باش نلقاو روح الزبدة نتاع النادي الافريقي، باش نفيدوا النادي الافريقي، هذا المطلوب مش حاجة أخرى. لذلك البارح تمت الصفقة نهائيا وإلى الأبد، صفقة كين زومبي. كين زومبي هذايا عملت فيديو قصير وعوادي يلزم نحكي ونحكي ونحكي على الملاعبيه باش نتاكدوا من قيمتهم الفنيه والبدنيه والتكتيكيه. الملاعبي هذا نعرفوا الناس كلنا، لاعب تي بي مازامبي موسم الفرد، عمل 9 تمريرات، عملاهم 9 تمريرات سجلوا منهم اهداف، سجل 3 اهداف في دوري ابطال افريقيا، لاعب ممتاز جدا. انا البارح قلت راهو المهاجم، ثم بعض التعليقات بطبيعه الحال وقت اللي يكون الفيديو سريع وقصير ما نجمش نكمل المواضيع كل، ولكن ها باش نجاوب تو باش نحكيو عليه. الملاعب هذا ثم شكون قال لي راهو جناح ماهوش مهاجم، اي تو معناها ناقفو كما يقول فاهم في مسمار شحام، معناها مسمار شحام باش يولي ها نقب لهنا نقب الغادي نقب الغادي. شنو هي الفرق بين مهاجم وجناح؟ شنو هي الفرق اخي؟ الجناح شنو هو؟ الجناح مدافع ولا جناح نتاع دجاجه؟ بالك جناح الدجاجه كان تحكيو على جناح الدجاجه هذيك حاجه اخرى. الجناح معناها مهاجم، والجناح للتذكير ما يجيش ديمي، ما يجيش ملاعب ديمي. تحبوا لغه كوره؟ نعرف اللي ثم ناس جدد معناها ما تفرجوش فيا برشا، ما يعرفوش اللي انا النابغه تاع كوره، هاكا ماشي في بالهم. انا وقت اللي قلت المهاجم وفات الحكايه انتهى، صحيح هذايا ظهر لي ما يفهمش في الكوره، لا يبدو. على كل حال الجناح معناها مهاجم، ولكن بالتدقيق هو جناح ايمن، وراهو الجناح كي نقولها ونعاودها ما يجيش وسط ميدان، وسط ميدان يجي ديمي، يجي روليو، يعدي باس الجناح. لذلك الجناح ينجم يلعب احيانا قلب هجوم، مش ممنوع عليه باش يلعب قلب هجوم، كيما مهدي بن سليمان قبل في المنتخب التونسي، كيما عماد بن يونس كانت تفكروه يوصل يلعب قلب هجوم، هذوما اجنحه. كين زومبي كيما قلت لكم مشكور، مقدم مقابلات ممتازه جدا مع مازامبي، اكيد اكيد باش ينجح مليار بالمئة مع النادي الافريقي. بالك احنا في بطولة تونس عندنا الاعجاب والغرايب، كيما فيرجيل وتتعدى تعوج به ساهلين راهو المدافعين بتاع تونس، هذه حاجة. انا واحد من الناس راها صفقة رابحة مليار بالمئة، بس انا مصرار في اصاباته برشا. نعاود ونرجع، راهو اسمعني انا راني نحب الافريقي باش نزيد نعاودها، راهو تهمني مصلحة النادي الافريقي، ما تهمنيش مصلحة بسام صرارفي وكين زومبي وآيت مالك ومش عارف شكون، معز حسن وبن شريفية واللي هو، حتى بن شريفية سمعنا صابر خليفة يحب يعمل مفاوضات معاه يحب يجيب. على كل حال تو نحكيو فيه الموضوع بتاع حارس المرمى. كين زومبي ملاعبي قادر باش يفيد النادي الافريقي بصفة كبيرة ياسر، عمل عقد مع النادي الافريقي لمدة 3 سنوات. سي بون جاونا مريقل، امورنا كونفيرمي، ارتحنا من الجهه اليمين والهجوم تاع النادي الافريقي، ما زلنا ناقصين قلب هجوم. كان جابونا القلب هجوم اللي حكيت لكم عليه تاع ناميبيا، روعه روعه روعه، كان جابنا اللاعب صنداوز هذايا الناميبي، سي بون سي بون كونفيرمي، النادي الافريقي ترفس على بعضه تغلب الكل. كان ما جابناش هاكا جابنا مهاجم كي زومبي، سي بون. بالنسبه للمهاجم هذايا عمل عقد مبدئي في الصيف، في اول الصيف مع فريق الرجاء البيضاوي، وكيل الاعمال بتاعه اسمه رضا الدريدي، ظهر لي تعرفوه
الرجل هذا قال كلوبيستي، قال كلوبيستي وانا ما يهمنيش فيه كلوبيستي ولا حتى يحب صفاقس، ماشي هذه الاشكاليه نتاعي. تفكر قبل ثم وكيل اعمال غش النادي الافريقي برشا في ملعبه، ولكن هذا مستحيل باش يعملها، ونعرفوا عندنا اداره متمكنه المره هذه ورئيس رجل اقتصاد فيها بروحه اش يعمل. العقد اللي عملوا مع فريق الرجاء هو عقد مبدئي فيه بند قانوني، بما انه الرجاء البيضاوي ممنوع من الانتدابات، ثم فتره ديلي عملهم وكيل الاعمال بتاع اللاعب هذايا، موثقه راهي مش كلام برا نحكي فيه، ثم ديلي عملهم وكيل الاعمال هذايا مع فريق الرجاء البيضاوي واللاعب. اذا كان الرجاء البيضاوي ما ترفعش منع بتاع الانتدابات في ظرف 15 يوم، الملاعب يصبح حر من كل ارتباط ويرجع المازيمبي، يرجع يتبع مازيمبي الكونترا الاصلي، معناها العقد الاصلي اللي هو مع مازيمبي. فريق الرجاء فعلا ما رفعش منع الانتدابات، لذلك اصبح حر من كل ارتباط. وقتها النادي الافريقي البارح اتممنا العقد النهائي مع اللاعب كينزومبي، اصبح كلوبيستي لمده 3 سنوات. فريق تي بي مازيمبي وافق على تسريح هذا اللاعب للنادي الافريقي. ثم شكون يقول لك في صوره ما الرجاء البيضاوي يعمل لنا كم موسى ويحاول يشكي وكل شيء؟ في صورة ما الرجاء البيضاوي يحاول يشكي، أول حاجة العقد اللي عمله ماهوش قانوني مع الملاعبي، لذلك الفيفا تخطي الرجاء البيضاوي 250,000 أورو يعني 750 مليون، وتخطي الرجاء البيضاوي عامين كاملين بدون انتدابات، لذلك الرجاء البيضاوي ما همش عندهم السذاجة باش يوصلوا يعملوا عملة غالطة في الأمر ذاية. وفي الأخر جملة الملاعب يتعاقب 6 شهور، وبعد 6 شهور يولي عنده الحق باش يكور في النادي الإفريقي في جانفي. يعني في كل الاحتمالات فريق الرجاء البيضاوي سلم أمره ربي وفسخ العقد متاع اللاعب كينزومبي، خاطر عرف اللي الصفقة متاعه فاشلة مع هذا اللاعب، وبذلك يصبح حر من كل ارتباط هذا اللاعب، وأصبح كلوبيستي 100%. مبروك علينا الكلوبيستية. الملاعبي هذا التعويجة عنده بفرنك، يعني هو يلعب جناح أيمن باش يكون في الدربيات ضد بن حمودة، يعني التعويجة بدوره. أذاي فيرجل ياسر عرفتوك لي فيرجل كيما رونالدو، رونالدو البرازيلي ورونالدو الآخر، أكيد فيرجل هكا يجيبك مفروش. أنا كنت كور نعمل هكاك، أنا كونتر كي تحط عليك في السمان نجبد بيك ونتعدى، كونتر ما تنجمش تفك لي كرة جبل نتعداك بكل سهولة، والناس اللي تفرجوا فيه يعرفوا الشيء هذا. والحمد لله جانا جناح كيما نحبانو، والسونت راجات نتاعو الجناح هذايا في بلاصتهم، يسنتر في سونت راجات صحاح في بلاصتهم، وباسات صحاح، ريتري صحاح، هذا هما اللي حاجتنا به. كما قلنا لكم زياد الخير بها فيها دائما، بسام صرافي صحيح كوارجي، ولكن عملاو خذينا برشا ملاعبيه كثيري الاصابات من جملتهم بسام صرافي. ما ثمش ملاعبي، ما ثمش قطوس يصطاد ربي، وما ثمش البومه اللي فيها الخير ما تخلفها الصياد. بسام صرافي كوارجي وكل شيء، ولكن الكارير نتاعو تعدى جانبا في الدوري الفرنسي وغيره. اما في الكليب افريكان كي جاء ما كورش برشا زاد، ولكن اهلا وسهلا بسام سترافي، اهلا وسهلا بكينزومبي، ونتعداو الاهم لاعبي حاليا اللي هو علي يوسف قلب الدفاع هذايا الليبي. كيف كيف وانا نعمل لكم في الفيديو هذا ينجم يكون صح في النادي الافريقي. تهنينا على كينزومبي، تويكا حاجتنا مع علي يوسف، ان شاء الله من هنا لليل نسمعوا بخباير اللي على يوسف. هو أنظر للنادي الإفريقي عقد بمدة موسمين، ولكن زيدوا نستناو شوي ميسالش، ما ثم حتى إشكالي. علي يوسف قلب دفاع أهلي بنغازي والمنتخب الليبي، عمره 23 سنة، كوارجي من تيلة لاعبي الدوري الإيطالي، ملاعبي قلب دفاع كاسح وكوارجي. تصوروا أنتم قلب دفاع كاسح وزيد كوارجي، النادي الإفريقي ماشي في السكة الصحيحة. لاحظنا بعض الخلل في ملاعبية النادي الإفريقي، في مقابلة الوداد تكشف بعض الخوارق،
لذلك الاداره تكلمت انا في الفيديو البارح قلت لكم اذن برواحكم جيبوا الملاعبيه. الاداره تحركت جاب كين زومبي في الليل بمباركة شامبيرز. شامبيرز في الصفحة الرئيسية متاعو تدخلوا تفرجوا فيها. شامبيرز تخلوا وحكاية وكلم الجمهور بتاع النادي افريقيا وقال لهم مرحبا مرحبا وحط تصوير كين زومبي. هذاك هو هذاك هي الباج اوفيسيال بتاع الكلوب. هذيك هي الصحيح الصحيح عند شامبيرز. شامبيرز عمل تدوينة معناها قال من فضلكم جمهور النادي الافريقي اي ناس من الجماهير ما عادش تطلبوا لي ياسر على الميساجر. انا نتبنى هذا الموقف من رئيس الشرفي للنادي الافريقي والاب الروحي مسيو فيرجي شامبيرز شهر فرجاني. يا خويا ما عادش تعملوا له دي ميساج، ما تعملوش ميساج. الراجل عامل باج اوفيسيال، باج اوفيسيال باش الجمهور معناها يعرف بعض الاخبار لا اكثر لا اقل. ولا الراجل يحب يفسر للجمهور التونسي كيفاش هو مسلم وقال نعرف الطريقه التونسيه تعتمد على الطريقه الصوفيه في الاسلام نتاعها وتعتمد على الاسلام المعتدل وانا راني من النوعيه هذيك وهكذا. يفسر ولا هو يفسر لنا بالفلاقي. الراجل القريب يولينا امام. يا ولادي سيبوا الراجل مرتاح، ربي يهديه اهداه ربي، سيبوا الراجل مرتاح سي بون. خير من عده رجال اعمال توانسه ما يعرفوش كما قلنا لكم ما يعرفوش باب الجامع وين، ومنهم من هذا المنبر ان شاء الله ربي يهدي الجميع وان شاء الله كلنا تولي تصلي خاطر في صالح اي واحد. على كل حال نتعداو الموضوع هذا ماهوش هو الموضوع الرئيسي. علي يوسف اللاعب كما قلت لكم قلب دفاع ممتاز جدا ويلعب بيفو زاد مش نسحقونه في جميع الاماكن هذوما، والاماكن هذوما عندنا نقاط ضعف كبيره ياسر في النادي الافريقي. مع الجهه اليمين غيث الزعلوني لا يفي بالغرض، راه باش نقولها لكم من الاخر وراه كي نعطي نوت في واحد صحيح راه ينجم يعدي راه زوج مقابلات ثلاثه باهيين كيما حمدي العبيدي. حمدي العبيدي راهو يعدي لك ماتش باهي وثلاثه خايبين راه ها باش نحكيو بالفرشه طويكه ويلزم كل واحد يفهم قدره بالجولي خاطر راكم عملتوا الفضح. حمدي العبيدي وينك؟ علاش نجيبو في المهاجمين؟ على خاطر مناش مقتنعين بيك نهائي معناها مناش مقتنعين كمنظومه نتاع النادي الافريقي باش نوليو في نرجعوا المكان الطبيعي كيما الوداد والاهلي ومازامبي وصن داونز فرق الكبار نتاع افريقيا هذوما اللي سميتهم. يلزم تكون عندنا مهاجمين كبار كيما كين زومبي كيما علي يوسف في قلب الدفاع كيما بن عبده حمزه بن عبده ياسين بوعبيد. ياسين بوعبيد للتذكير راهو يلعب على الجهه اليمنى زاده مش نستفادوا منه برشا على الجهه اليمنى. هذوما بصراحه الملاعبيه الزوز ملاعبيه كبار ياسر. اش يبقى اش نبقاو ناقصين احنا طويق اش نبقاو ناقصين لاعب فقط لاعب صاي علي يوسف عاد كبير رسميا مش يكون في النادي الافريقي كيو زومبي امضى. اش مزال احنا طويكا ولينا على تسعه ملاعبيه منتدبين فوق ال 21 سنه. شنو هي تو يلزمنا تو؟ مازال بنات امجد عطوان وبنات المهاجم نتاع سان داونز. مهاجم سان داونز ممتاز جدا. وسط الميدان نتاع النادي الافريقي مازال فيه شوي خور. ما تنجمش عندك بيفو برك مش تزيد معاه علي يوسف وقتها ممكن تولي الامور باهيه. وليو يلزمنا مهاجم قلب هجوم والا امجد عطوال واحد منهم. بالنسبه للكامروني تينكي كينجي الملاعب ويلز كينجي طفل صغير كوارجي يلزمنا نستحفظ عليه ينجم يفيد النادي الافريقي. وبعد ان شاء الله تو نباركوا للملاعبيه خاصه لعلي يوسف ان شاء الله ولما لا يكون امجد عطوال والا الملاعبي اللاعب جنوب افريقيا ملاعبي ممتاز جدا لعب روعه كان يجي انتهى امر هجوم النادي الافريقي وباش نطلقوا في مرحله جديده على خاطر كينجز لي ايدو وحمدي العبيدي ما يتعملش عليهم. كما قلت لكم الملاعبي اللي سجل هدف في حياته يفرح ياسر يفرح فوق القيمه راهو عندي انا ما شخصيته ماهيش بتاع ليدور ماهيش بتاع فريق باش يفوز بالالقاب بتاع فريق قوي. لذلك هذاك علاش انا وقت اللي نتكلم على الملاعبيه اللي باش يفيدوا النادي الافريقي مش اي ملاعبي حك راسك هاني كلوبيست. ايه نحبوا ملاعبي كبير ياسر وبدينا الحمد لله الخدمه بدات تجيب في النادي الافريقي. نهار الخميس ان شاء الله
عندنا مقابلة احنا وشبيبة العمران في ملعب زويد نهار الخميس مع الخمسة بتاع العشية. نهار الأحد مع الستة بتاع العشية عندنا مقابلة ممتازة وممتازة جدا، النادي الإفريقي ووفاق سطيف. شو النادي الإفريقي عام سنة من أحسن التحضيرات اللي ريتهم في تاريخ، في تاريخ النادي الإفريقي هذه التحضيرات. عمري ما ريت تحضيرات في النادي الإفريقي بالقيمة هذه بصراحة. نلعبوا ضد الوداد البيضاوي، النادي السفيرسي، والنادي السفيرسي فريق كبير نعطيه خمسة، فريق كبير. الأولمبي الباجي فريق محترم نعطيها ثلاثة. المقابلة الأخرى نلعبوا كونتر، مش نلعبوا كونتر العمران، العمران فريق صاعد ولكن منظم وفي الناسيونال، مش نلعبوا كونتر وفاق ستيف. وفاق ستيف راه فريق لا يستهان به، وفاق ستيف سيتادير وفاق ستيف راه فريق محترم في الجزائر وفي إفريقيا كيف نحن، فريق محترم جدا. مقابلة إن شاء الله باش تكون زادة هامة للمدرب بيتوني باش يزيد يتفرج في الملاعبية بتاعه جدد، وهو واثق من الملاعبية بتاعه جدد، ولكن يحب يقدم بهم ويحب يعمل تشكيلة مثالية للنادي الإفريقي. إن شاء الله من هنا للمقابلة بتاع ستيف يكونوا موجودين جميع الانتدابات. كما قلت لكم مازال عندنا الحق في ملاعبي باش نوليه عشرة، وقت اللي نوليه عشرة يبقى لاعب تينجي ماهوش متسمي مع العشرة على خاطر عمره أقل من 21 سنة. يعني عملنا 11 انتداب، في ال 11 انتداب هذوما النادي الافريقي عملنا فريق اول مع بعض الاحتياطيين من الفضله تاع الملاعبيه تاع الموسم الفارط اللي فاهم الغث وفاهم السمين، ولكن اللي نراه انا الكلوب افريكان ماشيه في السكه الصحيحه. الانتدابات هذه تفرح وتخلينا احنا نستبشر الخير للنادي الافريقي. نحبوا استقرار إداري على الدوام، كل الدعم لهيكل الدخيل باش نبداو متفاهمين، كل الدعم لهيكل الدخيل. هذا الرجل النظيف حب يعمل صلح، المخالطين موافقوش ماهيش مشكلة، الاختلاف لا يفسد في الود قضية، ولكن أيها المخالطون في النادي الإفريقي الواجب بتاعك تتناقش بأسلوب حضاري مش العياط. وهو نصيحة لكم إذا كانك تحبوا النادي الإفريقي تنجح، الحوار بأسلوب حضاري، العياط والزياط راهو هذيك في رحمة الغلب، ماهيش في جلسة عامة تاع النادي الإفريقي. وراهو من هنا فصاعدا اللي مش يحط العجلة، مش يحط العصا في العجلة في إدارة النادي الإفريقي راني مش نتصداله بكل قوة. علاش نقول الشيء هذايا؟ شون بيرز هو اللي يحكم في النادي الإفريقي. شون بيرز قالكم كل شيء خالص وكل شيء يخلص وكل شيء مريقل، والجمعية بتاعكم بإذن الله هي رقم واحد في تونس. يا خويا احنا علاش ندخلوا بعضنا على اللي صار صار، اللي مش يتحاسب طوي يتحاسب، ولكن زاد اللي مش نعطيه حقه هيكل تخيل قاعد يتعب وقاعد مسكين يحط من جهده أكثر من لازم. لذلك احنا نحاولوا ندعموا هيكل تخيل وندزوا معاه في صالح النادي الإفريقي. النادي الإفريقي شفتوها ماشي في السكة الصحيحة، ماشيين إلى القمة، النادي الإفريقي نحو القمة. وأنهي وتو نجيكم بعد تالي بفيديو ولا زوز فيديوهات إن شاء الله نتناقشوا أنا وجمهور النادي الإفريقي. أنا اللي قاعد نتناقش معاهم، هما أحبائي، هما أصحابي، هما المشتركين اللي أنا رأسي يبدأ الشيخ وقت اللي نبدأ نتناقش مع الجمهور بتاعي. راني مشني نعطي في رأيي منفرد، هذه حاجة يشرفني هؤلاء الجماهير ونعرف اش نقول، راني معاندي وراني رأسي صحيح. راهو مكن نوعية أنا كي تقول لي يعطيك الصحة أما، يعطيك الصحة أما، راني يحط في بالك راني كأما، راني ما نخوش برأيي، راني راسي صحيح اصح من اللي تتصورها في بالك. الراي بتاعك راهو ما ناخذش عليه وقت اللي تقول لي اما، قلت يعطيك الصحه قلتها وامضي على روحك وتعد على روحك. يعطيك الصحه سي بون مريقل نبي ديك سبور فيما فرصه سيا اكا سي بون فهمت. اما تجيني تقول لي اما ما عجبتنيش هذه ولا هذه، هكاك اخويا ربي معاك. هذه حاجه اللي قاعد نتناقش معاهم، انا مسرور بالنقاش معاهم على خاطر انا راضي بالامر ذاك. انا عندي متابعين اوفياء يشرفوني ويعرفوني، وبالرغم من ذاك ناخذ بالنصائح نتاعهم. وثم شكون يبعثوا لي في لي ميساج نصيحه لي انا، مش مساله مش يقول لي يا نبيل انا اك جماعه انا راني ما نخش عليكم، راني ناخذ على شكون تعرف شكون ديريكت مو يقول لي نبيل برافو مسيو نبيل برافو برافو، ويقول لي نبيل راهو جابوا الملاعب بهذا، راهم هزوا الملاعب بهذا، راهو ما يعجبنيش الملاعب بهذا، رانا يلزمنا هكا. مريقل سي بون عطيت رايك و
ورايك محترم ورايك جميل جدا، وانا الشيخ على بعد هذوكم، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. الناس اللي مازالوا ما يعرفونيش ميسيرش ما ثم حتى مشكل، ارائكم كلها مقبوله بالايجابي بالسلبي. بالنسبه لكن الناس اللي عاملهم حظر باش ما عادش يدخلوا لي للقناه هذه، الناس اللي يتسفوا ياسر، لعنه الله عليك ايها السفيه اللي تتسفه وتسب في العباد، لعنه الله عليك. ماكش راجل، الراجل ما عمره ما يسب العباد، ما عمره ما يسب العباد، يحترم الناس الكل. نبروا على بعضنا، تبدا انت مكشخ ولا نبروا على بعضنا، سيبوهم ريقل، ما تسبش العباد. اي واحد يغلط في حق العباد باش يتحاسب عليها قدام ربي، ما خديتش حقي منك في الدنيا ناخذه قدام ربي. والسلام عليكم وفيفا فرزة الصيام.